لنقاش هذا الملف يحضر معنا في استوديو العراق اليوم الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم دكتور. كيف يمكن وصف هذه السبل الجديدة التي انتهجتها الميليشيات بمهاجمة المتظاهرين السلميين بالأسلحة البيضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حقيقة ربما ما عندهم من أساليب يعني عفى عليها الزمن. جربوا هذا كما رأينا في ثورة مصر البلطجية عندما دخلوا في موقعة الجمل كما سميت. هؤلاء الذين رأيناهم اليوم بالسكاكين وبالآلات الحادة الجارحة ربما أتوا من مرقد ما يسمى مرقد محمد باقر الحكيم. رأيناهم أيضا في الفيديوهات بالسيوف يقتلون المتظاهرين قبل أيام، وبالتالي هذه كلها ليست جديدة علينا، ولكن الجديد في الأمر هو أنه هذا النظام يفقد أوراقه ويفقد أسلحته وكل ما عنده هو هذا. يتكلمون دائما، سمعناهم منذ بداية الثورة عن الحرب الأهلية إذا سمعناها. هذا اليوم هو يعني مقدمة بداية لما يمكن أن يفكرون فيه من إشاعة حرب أهلية داخل العراق وداخل قوى التظاهر وقوى الانتفاضة. لكن دكتور، رغم هذه الاعتداءات بالأسلحة البيضاء والأدوات الحادة دفعت توافد عدد كبير من المتظاهرين، دفع هذه الميليشيات للانسحاب، يعني كيف تفسرون هذا الإصرار لدى المتظاهرين السلميين على سلميتهم وعلى مطالبهم المشروعة رغم استخدام مثل هذه الأسلحة؟ الحمد لله، هذا طبعا خبر طيب وخبر جيد أن يهب أبناء الشعب العراقي اليوم لنجدة ساحات التظاهر وساحات الثورة والانتفاضة. هذا يشير إلى وعي الشعب، وعي الكبير للشعب العراقي بأنه هؤلاء الذين هاجموا التظاهرات اليوم هم خفافيش ليل سرعان ما يهربوا عندما يأتي الشعب. الشعب عندما، ولهذا من هنا نوجه دعوة إلى أبناء شعبنا العظيم بأن يرفد وأن يعضد وأن يساند هذه الثورة. وكلما كانت ساحة التظاهرات مليئة بالمتظاهرين كلما كانت إمكانية منع هؤلاء الغوغاء من الاقتراب ومن إحداث ما يريدونه من شر بهذه الثورة. هذه الحادثة، حادثة استخدام الأسلحة البيضاء، مشابهة نوعا ما لما استخدمه المالكي في وقت سابق من عام 2011، ويتساءل الكثيرون عن ممن استقوا مثل هذه الخطة لمهاجمة المتظاهرين السلميين الذين لا يحوزون على أي سلاح. هل وجود قاسم سليماني له أثر في مثل هذه السبل الجديدة للقمع؟ بالتأكيد قاسم سليماني هو من يدير المشهد الآن بكل يعني بكل أريحية. هو الآن يتربع على عرش هذا النظام، يدير المشهد من المنطقة الخضراء أو منطقة ثانية لا أعلم، ولكن هو يدير المشهد لأنه لا يوجد حقيقة غياب كامل لأي مسؤول عراقي عن المشهد تماما. يعني حتى عادل عبد المهدي الذي كان هو عبارة عن يعني عبارة عن خيال مآتة، حتى هذا غاب بشكل أو بآخر. قاسم سليماني يدير المشهد، والحرس الثوري الإيراني المتسرب إلى العراق، هو وميليشيات أخرى جاءت من الخارج، كلهم الآن يديرون المشهد، لا أحد ينازعهم في هذا. وسليماني يوجه الأوامر ويأتي بالسيناريوهات وينفذها على الأرض للأسف الشديد. ما هي النصائح التي يمكن توجيهها للمتظاهرين والمعتصمين في الساحات في بغداد وباقي المحافظات في ظل هذا القمع الشديد الذي ما يزال متواصلا؟ يعني دعوتنا ونداءنا الأول والأهم هو لشعبنا في العراق أن يسند هذه الانتفاضة، يسند هذه الثورة، أن يكون القدوم إلى الساحات قدوم كثيف، قدوم دائم، حتى لو كانت بالمناوبات، لأنه هذا هو الطريق الوحيد. السلمية طبعا، الحفاظ على سلمية هذه الثورة، ومن خلال الحشود الكبيرة يمكن طرد هذه الخفافيش التي لا يمكن أن تأتي إلا في جنح الظلام، تأتي متسترة بالظلام لأنه لا يملكون مواجهة شعب كبير. هؤلاء يأتون عندما يجدون هناك ثغرة أو يعني ملجأ ممكن يدخلون من عنده، ولكن
حضور الشعب العراقي، مساندة الشعب العراقي هو الكفيل بوقف هذه المؤامرة، هذا الغدر الذي نشهده من هذه القوات. هل الإضراب العام الذي ما يزال متواصلا في المدارس وبعض المديريات وكذلك الجامعات سيساعد في حسم الأمور؟ يعني خلينا نقول أنه العصيان والإضرابات والمظاهرات وكل أنواع الأسلحة الثورة هي مفيدة، لا نقول تحسم الأمور ولكن هي تؤدي إلى الحسم، كل هذه الأمور تؤدي إلى الحسم، التظاهرات، الإضرابات، الغياب عن المؤسسات غير الإنتاجية المهمة للناس، للشعب كالصحة والخدمات وغيرها، كل هذا ممكن أن يكون نافع وكله يؤدي إلى الحسم، لأنه الحسم هو الشيء الأخير الذي تبشر به الثورة وهو قادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب، الكاتب والباحث السياسي، كنت حاضرا معنا في هذه الوقفة الإخبارية. شكرا لكم. الله.